بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة المباركة من هذا المكان الطاهر وهذا الزمان المبارك، الليلة الأولى من ليالي شهر رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته ورضاه، وأن يكرمنا بصيام هذا الشهر وتمامه وقيام لياليه وقراءة كتابه، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، كما أسأله جل جلاله وهو السميع المجيب أن يرفع عن الأمة الوباء، وأن يمن علينا بالصحة والعافية والسلامة. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب، ونحن نلتقي بمشيئة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام المباركات لنتدارس بمشيئة الله عز وجل معا آيات من كتاب ربنا عز وجل، على أن يكون لقاؤنا بمشيئة الله في نفس اليوم من كل أسبوع، ولكن يكون بعد صلاة العصر بمشيئة الله. نقف مع آيات القرآن، نقرأها ونتدبرها ونجتهد أن نفهم مراد الله عز وجل من كلماته وآياته بالوقوف على كلام النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي كلفه ربه عز وجل أن يبين للناس ما نزل إليهم، وأن نقف مع كلام علماء الأمة الذين فتح الله عليهم من علمه وتوفيقه لنصل إلى مراده جل جلاله، وأننا نسعى بذلك أن نحقق ما أراده الله عز وجل منا في علاقتنا مع كتاب الله، وأن نذكر بتلك الأمور الأربعة التي إن قام الإنسان بها نحو هذا الكتاب فقد أبرم علاقة صحيحة مع القرآن العظيم، القرآن الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الأمر الذي أذكر نفسي وأذكر إخواني به بين الفينة والأخرى. وكيف لا يكون التذكير به ونحن نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ونتدارس آيات القرآن العظيم؟ وتلك الأمور الأربعة التي بها تقوم العلاقة الصحيحة مع القرآن، أولها هو أن نقرأ القرآن وأن نسمع القرآن وأن نسمع القرآن، فالله عز وجل أمرنا بذلك في كتابه، أمرنا أن نقرأ
قال: فاقرأوا ما تيسر منه. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأن نسمع القرآن، والله عز وجل أمرنا في كتابه أن نستمع لآيات القرآن إذا تليت، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع تكليف رباني، والإصغاء لآيات القرآن أمر إلهي، وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه. وأن نسمع القرآن، والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أن مهمة هذا النبي الكريم الأولى أن يسمع الناس القرآن حين يتلوه عليهم. فقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فإذا هذه الوظيفة الرئيسة له صلى الله عليه وسلم، أن يسمع الناس كلام الله وأن يتلو عليهم كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل عليه. فإذا هذا الأمر الأول، أن نقرأ وأن نسمع وأن نسمع. وأما الأمر الثاني فهو أن نعمل هذه الآية العظيمة التي أكرم الله عز وجل بها الإنسان وميزه على غيره من المخلوقات، وهي العقل، أن نعملها في تدبر آيات القرآن. وكيف لا نقوم بهذه المهمة؟ والله عز وجل أمر بذلك أمرا صريحا، أن نتدبر آيات القرآن. فقال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فغاية عظمى لنزول هذا الكتاب وهو أن الإنسان يتدبره ويتفكر فيه، وأن يعمل هذه الآية المبهرة العقل، قوة الإدراك، ليصل إلى مراد الله عز وجل من كلماته. فإذا ما أدرك ذلك ببصيرة وبنور إيمان وباهتداء بالبيان النبوي الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وبقول سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهاجهم من التابعين ومن بعدهم، فإن الإنسان يستبصر ويدرك المراد. فإذا ما وصلت إلى المراد فتعامل مع ذلك بالحق الثالث والأمر الثالث، وهو أن تقابل ذلك كله بالإيمان واليقين والتصديق والتسليم بأن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، وأنك تعقد العزم على أن تتعامل معه بأنه هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ما عملت تلك المرادات الربانية من آياته الكريمة بالإيمان واليقين الذي ينشأ عنه العزم للأمر الرابع، وهو الاستسلام والخضوع والانقياد لأمر الله عز وجل ومراده سبحانه وتعالى، ففي الأخبار أن تعتقد ذلك وأن تدين لله سبحانه وتعالى به، وفي الأوامر أن تستجيب جوارحك للعمل بها، وفي النواهي أن يستجيب قلبك وفكرك وجوارحك ببغضها وتركها والبعد عنها. فهذه أمور أربعة إذا قام بها الإنسان
تحققت العلاقة الصحيحة فيما بينه وبين كتاب ربه عز وجل. والله سبحانه وتعالى عندما عرف هذا الشهر الكريم وعرف هذا الزمن الذي هو شهر رمضان في كتابه الكريم فإنه عرفه بارتباطه بهذا الكتاب فقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيقدم هذا الشهر للناس على أنه شهر القرآن، ويعرف هذا الشهر بأنه الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن، بل إن هذا الشهر الكريم اختاره الله عز وجل لتكون الكتب السماوية المشهورة التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والرسل العظام، كان اختيار أيضا هذا الشهر لتنزل فيه تلك الكتب. فصحف إبراهيم عليه السلام نزلت في رمضان، والتوراة والإنجيل والزبور أنزلها الله عز وجل على الأنبياء في شهر رمضان. إذن هذا الشهر الكريم، ونحن ندرك هذا المعنى ونقف مع تعريف ربنا عز وجل للشهر إذ يعرفه بأنه شهر نزول القرآن، إذن لا بد أن يكون تلك الأمور الأربعة، لأن كان المطلوب أن نحققها في كامل أيام العام إلا أنه في شهر رمضان، فالأمر يحتاج إلى زيادة عناية وتركيز. فإذن هذا ما يتعلق بالعلاقة مع القرآن وقضية الزمان الذي ابتدأ بهذه الليلة شهر رمضان، ويتكرر علينا في كل عام مرة شهر في السنة. فإدراك شهر رمضان من خلال هذا التعريف الرباني لهذا الشهر الكريم، فإنه سيجعل الإنسان عند فهم هذا الأمر يكون للقرآن في شهر رمضان شأن وأي شأن. قضية الإسلام، هذا الاسم العظيم الذي جاء ذكره في القرآن كدين، إن الدين عند الله الإسلام، وجاء ذكره كهوية للأنبياء والمرسلين كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم، انتسب إليه الأنبياء والرسل كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن نوح عليه السلام، إذ قال كما قال الله عز وجل حاكيا قوله في القرآن في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام وعن ابنه صادق الوعد النبي الرسول إسماعيل عليه السلام أثناء رفعهما لقواعد الكعبة الشريفة، قال الله عز وجل حاكيا هذا القول عنهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وذكر الله عز وجل ذلك أيضا عن نبي الله يعقوب وهو يوصي أولاده قائلا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا ما ذكر الله عز وجل عن رد أولاد يعقوب عليه السلام لأبيهم النبي الكريم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، فعندما وصاهم الله عز وجل عندما وصاهم نبي الله يعقوب بتلك الوصية: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بماذا أجابوه؟
أجابوه مؤكدين في هذا الانتماء وهذه النسبة إلى الإسلام، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فإذن هذه النسبة التي ذكرها الله عز وجل عن الأنبياء الانتساب إلى الإسلام، بل حتى موسى كليم الله، فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عنه. فمن ضمن ما ذكر الله عز وجل عن موسى قوله عز وجل لقومه يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وذكر الله عز وجل عن الحواريين الذين آمنوا برسول الله عيسى عليه السلام، قال الله عز وجل مخبرا عنهم في جوابهم لعيسى عليه السلام نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإذن هذا الاسم العظيم الذي انتسب إليه الأنبياء والرسل، وكذا هذه الأمة، فإن الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل كان من دعائهما عند البيت وحال رفع قواعد البيت ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذه الأمة المسلمة هي أمة النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإسلام. والله سبحانه وتعالى هو الذي سمى هذه الأمة بالمسلمين، هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. والدين عند الله عز وجل هو الإسلام، والله سبحانه وتعالى لا يرضى دينا من أحد إلا الإسلام، كما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذن هذا الدين الذي هو الإسلام وهذه الكلمة العظيمة التي تعني الاستسلام والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى والخضوع والبراءة من الشرك، تلك المعاني العظيمة لهذه الكلمة. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون من المسلمين، أن نكون من المسلمين. فإذن لما كان هذا أمر الإسلام وهذا شأن الأنبياء مع الإسلام، أدركنا أنه ليس هناك دين صحيح على وجه الأرض سوى دين واحد، هو دين الله الإسلام الذي اعتنقه المؤمنون في جميع الأزمنة والأمكنة من لدن آدم عليه السلام إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأن دور الأنبياء كلهم إنما هو التعريف بهذا الدين، التعريف بهذا الدين الذي يلتقي عند جميع الأنبياء على تلك الأصول العظيمة، الإيمان بالله عز وجل وحده وإفراده جل جلاله بالعبودية له سبحانه وتعالى والخضوع لأمره عز وجل والاستسلام له في ذلك كله، وتصديق أنبيائه الذين أرسلهم الله عز وجل. هذا الدين الذي يقوم على الأمر المشترك بين الأنبياء فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالأخلاق، وأساس ذلك كله قضية التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن لازم هذا الإدراك لقضية الإسلام هو الاعتراف من المسلم بجميع الكتب
المنزلة التي أنزلها الله عز وجل، والإيمان بجميع الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم على وجه التفصيل أو على وجه الإجمال، على وجه التفصيل أو على وجه الإجمال، وأنه لا يكتمل الإسلام والإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى يكون هذا شأن الإنسان المسلم أن والمؤمن أن يكون هذا شأنه في التعامل مع كتب الله التي أنزلها الله، فهو يؤمن بأن الله عز وجل نزلها وأن ما فيها هدى وحق، فيؤمن بذلك كله، ثم إيمانه بذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم، ذكر ذلك في كتابه الكريم جل جلاله، وأمرنا أن لا نكفر بأحد من الرسل ولا الأنبياء، وأنه أخبرنا أن الذين يفعلون ذلك فهم الذين خرجوا عن دينه، فقال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالله عز وجل اعتبر الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض الرسل هو كفر بالجميع، وأنه أحد الأسباب التي بها يكون الإنسان كافرا بالله عز وجل، وعاقبته أنه مخلد في نار جهنم، أنه مخلد في نار جهنم. فإذا أدركنا هذا الأمر وعرفنا هذا الأمر، فإننا ندرك بعد ذلك كيف كان يتعامل الرسل فيما بينهم، كما مر معنا في درسنا الماضي. فإن الأول يبشر بالتالي، وإن التالي فإنه يصدق الأول، فتلك العلاقة التي كانت بين الأنبياء، فتلك العلاقة التي كانت بين الأنبياء. لذلك وجدنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وآيات القرآن التي نتلوها، وجدنا كيف كان السابق يبشر بمن يأتي بعده، وذكرنا في هذا الباب ما ذكر الله عز وجل عن نبيه ورسوله عيسى وكلمته التي ألقاها إلى مريم، كيف كانت بشارته بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، والتنصيص باسمه إذ قال كما ذكر الله عز وجل في القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإذا هذه بشارة عيسى عليه السلام بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. أما تصديق اللاحق للسابق فإننا نجد في ذلك آيات متعددة، وما نريد أن نقف معه اليوم من آيات في سورة آل عمران تخبرنا أيضا عن هذا التصديق من اللاحق للسابق، وهو أمر من الله عز وجل أن يعلنها النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام ليسمعها من بنو إسرائيل، أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يعلن تصديقه بمن سبقه من الأنبياء، بالخليل إبراهيم عليه السلام، وبإسماعيل عليه السلام، وبإسحاق عليه السلام، وبيعقوب عليه السلام، وبالأسباط أولاد يعقوب عليه السلام، وبموسى وعيسى، يعلن تصديقه وإيمانه وأنهم رسل الله وأنهم جاءوا بالحق من الله سبحانه
وتعالى فيعلن تصديقه بهم. إذن هذا التعامل بين الأنبياء والرسل الذي جاء القرآن وأخبر به، ثم الذي كلفنا به، لذلك كان من أركان الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فركن من أركان الإيمان أن نؤمن بالكتب، وركن من أركان الإيمان أن نؤمن بالرسل. فإذا هذا مما كلفنا به. والآيات التي بين أيدينا، وكما نقول ونكرر أن هذه السورة العظيمة سورة آل عمران، فإننا نجد أن قضية النبوة قضية حاضرة حضورا بوفرة في آياتها وكلماتها. قضية النبوة نجدها حاضرة في هذه السورة الكريمة، وقد قلت خلال دروسنا الماضية وجدنا فيها إخبار الله سبحانه وتعالى عن اتباع الرسل، وأن الاتباع ضرورة دينية لا بد من القيام بها، وأيضا ما أخبر الله عز وجل فيها عن جريمة التعدي على الأنبياء وجزاء من تعدى عليهم بالقتل وغيره. ثم وجدنا فيها قضية الاصطفاء، اصطفاء الله عز وجل للأنبياء، وأيضا قضية وجدنا فيها من القصص قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، وذكرنا أيضا قصة نذر وذكرت أيضا قصة نذر امرأة عمران لمريم عليها السلام، وأيضا ذكرت قصة مريم التي هي أم نبي الله عيسى عليه السلام، وذكرت فيها قصة عيسى، وذكرت أيضا فيها إبطال دعوى ألوهية عيسى والمباهلة التي ادعاها، إبطال دعوى ألوهية عيسى التي ادعاها أهل الكتاب، وكذلك قضية المباهلة التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب. ووجدنا فيها ما يتعلق بملة إبراهيم عليه السلام، وأيضا إشارة إلى إساءة أهل الكتاب للكتاب وللأنبياء، ووجدنا ما يتعلق بميثاق الأنبياء. فإذا نجد أن قضية الأنبياء، ونحن قد وصلنا إلى تجاوزنا 80 من آيات هذه السورة، وجدنا أن قضاياها دارت، وكان لقضية الأنبياء حضور وحضور كبير في تلك الآيات المباركات. في لقاءين ماضيين وقفنا مع آية الميثاق، ميثاق النبوة، ووقفنا مع الميثاق، ووقفنا مع أنواع الميثاق الذي أخذ على الناس، وتبين لنا أن هناك ميثاق الإيمان والتوحيد، هو الميثاق الذي أخذ من جميع الناس، ثم ميثاق النبوة وهو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من الأنبياء، ثم ميثاق الاتباع والطاعة وهو الذي أخذه الأنبياء من أممهم، فكل نبي أخذ الميثاق على أمته بالطاعة والاتباع. ومما أخذه الأنبياء من أممهم، وقد أخذ ذلك كل نبي من أمته، أن إذا بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يصدقه وأن ينصره. إذن هذه المواثيق التي أخذت على الإنسان، فمنها ما كان أخذه من الله عز وجل مباشرة أخذه بنفسه، وهذا في ميثاق الإيمان والتوحيد وفي ميثاق الأنبياء. ومن هذه المواثيق ما أخذه الأنبياء من أممهم، وهذا في ميثاق الاتباع والطاعة. فوقفنا مع هذه الآية الكريمة التي عرضت لميثاق النبوة، وهي قول الله عز وجل:
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال الله عز وجل فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالله عز وجل يخبر بعد أن بين هذا الأمر وأطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على الميثاق والمواثيق التي أخذها الأنبياء والرسل على أممهم فيخبره أن الله عز وجل قال لهم وأيضا قالت الرسل لأممهم بعد أخذ هذا الميثاق عليهم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن أعرض عن هذا الميثاق ولم يمتثله ولم ينقاد له فالله عز وجل يقول فأولئك أي هؤلاء الذين لم يكونوا أوفياء بما أخذ عليهم من الميثاق فيخبر الله عز وجل أنهم سيكونون من الفاسقين قال فأولئك هم الفاسقون أي وهنا في هذا السياق فأولئك هم أي هم دون غيرهم أي هم المختصون بالخروج العظيم عن دائرة الحق هم المتمردون الخارجون عن الطاعة فإن الفاسق من كل طائفة من كان متجاوزا عن الحد إذن هو الخارج عن ذلك الأمر فلذلك كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء فإن لم يؤمن بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام فهو ممن تولى عن ذلك الميثاق الذي أخذه الأنبياء على أممهم ذلك الميثاق الغليظ وأنه يستحق بذلك أن يدخل في وصف الفاسقين وأن ذاك الوصف سيوجب له الخلود في النار إن لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإذن قوله أولئك هم دلت على المبالغة في فسقهم والحالة التي وصلوا إليها لأن الميثاق غليظ وقد أخذ عليهم ذلك فلما أنهم لم يقبلوه وتراجعوا عن الوفاء به فجاء الإخبار بقوله سبحانه وتعالى فأولئك هم الفاسقون. ثم يقول الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون وهنا التفت الخطاب من الخطاب إلى أهل الكتاب إلى الخطاب إلى المسلمين فيقول الله عز وجل أفغير دين الله يبغون والهمزة هنا للإنكار والتنبيه على الخطأ الذي أدخلوا أنفسهم فيه
وهو التولي والإعراض. فمن تولى، فمن تولى. وقدم المفعول، فالكلمة يبغون غير دين الله، فقدم المفعول لأنه المقصود بالإنكار عليهم. أفغير دين الله يبغون؟ هل هم رغبوا وهل هم أرادوا غير دين الله عز وجل؟ غير دين الله، فهم أرادوا أن يتدينون ويدينون لله عز وجل بغير دينه، بغير دينه. وكيف دانوا لله عز وجل بغير دينه؟ لما أنهم لم يكونوا أوفياء للميثاق الغليظ الذي أخذ عليهم حينما لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا منه، فإنهم بهذا الفعل أصبحوا حالهم كمن حال كحال من يريد أن يتدين لله عز وجل بغير دين الله عز وجل. أفغير دين الله؟ ونسبة هذا الدين إلى الله عز وجل لأنه هو الذي أنزله، وهو الذي أمر به، وهو الذي أنزل الكتب التي تخبر عنه، وهو الذي أرسل الرسل التي تبلغ ذلك الدين. فالدين دين الله عز وجل. فإذن هذا من جهة أن نسبة الدين إلى الله سبحانه وتعالى لبيان أن هذا الدين دين الله عز وجل، فهو الذي أنزله، وهو الذي أنزل هذه الكتب، وهو الذي أرسل الرسل الذين يبلغون دين الله عز وجل للناس. ومن جهة أخرى فيه ترغيب أن يعودوا إلى الحق وأن يدينوا لله عز وجل بدينه، وأيضا فيه ترهيب إن تركوا دين الله فكيف سينجون عند الله عز وجل بدين ليس هو دينه الذي شرعه لعباده. فيقول الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون؟ ثم يقول الله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وله، لله عز وجل، أسلم، استسلم وانقاد لله عز وجل، من في السماوات من الملائكة، فخضعوا واستسلموا لربهم سبحانه وتعالى. وله أسلم من في السماوات أي الملائكة والأرض طوعا وكرها. والأرض، فإذا من في الأرض المراد هنا هذا الإنسان، وفي قوله عز وجل طوعا وكرها هنا وقف العلماء متأملين متدبرين لهذه الحال التي كان عليها إسلام من في الأرض طوعا وكرها، من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وتأملوا في طواعية إسلام الإنسان وفي حال الكره في إسلامه، ونظروا إلى النصوص التي أخبرت عن حال الإنسان مع الإسلام في أطوار حياته بين الدنيا والآخرة. فإننا نجد أن الناس منهم المسلم ومنهم الكافر، والمسلم من أسلم لله طواعية، والكافر لم يقبل. فإذا هذا واقع الناس، وجاء الإخبار
في ميثاق الإيمان والتوحيد أن الناس كلهم أقروا لربهم وخضعوا له واستعدوا للإنقياد لأمره، كما ذكر الله عز وجل: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأقروا طواعية. فإذا هذا إخبار. أيضا جاء الإخبار بأن الإنسان الكافر إذا بلغت الروح الحلقوم فإن ورأى حقائق الأمور فإنه يريد أن يسلم فلا يقبل ذلك منه. وجاءت الأخبار بأن كما في القرآن بأن الإنسان الكافر يوم القيامة يعلن إسلامه لما يرى بعد أن تجلت له الأمور، ويتمنى أن يعود إلى الدنيا. في ظل هذه الأخبار عن أحوال هذا الإنسان، وأيضا أن هذا الكافر إذا غلب أهل الإسلام فإنه قد يحصل منه الإسلام لا عن طواعية، لكنه يشعر بجانب الحاجة والاضطرار فيدخل في الإسلام ليأمن. إذن بين الواقع وبين الأخبار وقف العلماء ليتدبروا ما المراد بقوله عز وجل طوعا وكرها هنا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فمن العلماء من قال: طوعا ميثاق العهد، ميثاق الإيمان والتوحيد، حيث كان ذلك من الجميع. وأما كرها فإنه يكون ذلك يوم القيامة، فبين البداية التي هي وقوف بين يدي الله عز وجل وبين الوقوف الثاني. ومن العلماء من قال: طوعا إنما هو إيمان المؤمن، وأما كرها فقالوا الكافر فإنه مسلم لربه كرها فيما يتعلق بأمور الربوبية، في أمور الربوبية مع أنه مشرك، لكنه كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكما ذكر الله عز وجل عن حالهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فيقولون إذن الطوع إيمان المؤمن، والكره وهو ما يحصل من الكافر من معاني الاستسلام لله عز وجل في حال إقراره بالربوبية مع إشراكه بالله عز وجل. ومن العلماء من قال الكره كما قلت عند الموت فإنه يسلم كرها. ومن العلماء من قال أن إسلامه كرها إنما يكون بأنه خاضع لقضاء الله عز وجل وقدره، وأنه لا يطيق أن يغير قضاء الله عز وجل الذي قدره على العباد، فخضوعه لقضائه وقدره عدوه استسلاما. فإذا قوله جل جلاله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء، والخطاب للمسلمين ليتعجبوا من حال أهل الكتاب الذين أخذ عليهم الميثاق
أن يؤمنوا وأن يسلموا بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وأخذت المواثيق الغليظة عليهم من أنبيائهم، ثم ها هو النبي الخاتم يبعث عليه الصلاة والسلام وإذا بهم لا ينقادون لتلك المواثيق. وقد يقول قائل، وهذا قلته في الدرس الماضي، قد يقول قائل: كيف أخذ عليهم الميثاق والذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا من أنبياء بني إسرائيل أحد، وقد ماتوا قبل وجودهم بسنين؟ والجواب على ذلك أن ذاك الميثاق منصوص عليه في كتبهم، أنه منصوص عليه في كتبهم، وأن الله عز وجل ذكر أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مذكور باسمه ووصفه في كتابه، بل إن وصف الرب جل جلاله علم أهل الكتاب بالنبي الخاتم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، فقد وصف وصفا يجعلهم كحال في العلم به كحال الأب مع ولده. وهل يخفى على الأب ولده؟ فكذلك علم أهل الكتاب بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر الله أنه ذكر ذلك في كتبهم وصف النبي الخاتم، وذكر تكليف الأنبياء بأنبياء بني إسرائيل أن يأخذوا العهد والميثاق على أممهم، والأنبياء أوفياء فهم صفوة الخلق، فإذا إعلام بأن الميثاق قد أخذ، والوصف مذكور في كتبهم، فإذا لما كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى يخبر. إذا من لم يقبل ذلك الميثاق ثم أراد أن يدين لله عز وجل بدين لا يتحقق فيه الوفاء بالميثاق، فالله عز وجل يعلنها للناس أن من هذا حاله فهو على غير دين الله الذي يرضاه. أفغير دين الله؟ إذن هو على دين غير دين الله عز وجل. ثم يقول: كيف يكون ذلك منه ولا يكون وفيا للميثاق ويسلم بالنبي الخاتم لربه عز وجل ويكون من المسلمين؟ والله عز وجل له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فإذا يرى الإنسان من المؤمنين والمسلمين كيف دخلوا في الإسلام طوعا، ويرى في الكتب إخبار الله عز وجل عن إسلام الملائكة، ويرى أيضا من حال هذا الإنسان حين يخضع لربه سبحانه وتعالى في أمر ربوبيته، في قضائه وقدره، ثم ما يجد أيضا في الكتب من أنه سيسلم لله عز وجل كرها عند موته وعند خروج روحه، فإنه سيحدث ذلك منه كرها لكن الله لا يقبله. فإذا لما كان الأمر بهذه الصورة فالله عز وجل يقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فإلى الله سبحانه وتعالى يرجعون. وفي هذه الخاتمة لهذه الآية تهديد عظيم لمن اتبع غير دين الله. وهنا كان الأصل في إدخال الإنسان في دين الله عز وجل هو وفاؤه بالميثاق. ما هو الميثاق؟ الميثاق هو التصديق بالنبي الخاتم
عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به الناس كلهم. ثم يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل أي يا محمد، ليبين كما قلت العلاقة بين الأنبياء، وهي علاقة بشارة السابق للاحق وأخذ الميثاق على قومه بأن يؤمنوا به، وإعلان الإيمان والتصديق من اللاحق بالسابق، وأن ذلك الأمر لأن دين الأنبياء واحد كما قلنا، فالقرآن يقدم لنا الإسلام على أنه دين الله الذي أنزله الله والذي يرضاه الله، إن الدين عند الله الإسلام، وأنه لا يرضى غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقدمه الله عز وجل في القرآن على أنه هو دين الأنبياء كما سمعنا في الآيات، فانتمى إلى الإسلام نوح عليه السلام، وانتمى إليه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى، وأن ذاك الدين الذي هو الإسلام يقوم وتقوم أصوله على الدين المشترك بين الأنبياء كلهم، والذي أسه وعمدته ومحوره ولبه الإيمان بالله جل جلاله، وإفراده وحده بالعبادة وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، ودعوة الناس إلى ذلك. فإذا هذا الدين، هذا الإسلام الذي هو بهذا المعنى، فالله سبحانه وتعالى شرع للأنبياء أن يكون هذا شأنهم في التعامل فيما بينهم، هذا شأنهم في التعامل فيما بينهم. فلذلك يقول الله عز وجل قل، الخطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قل آمنا بالله، قل بالإفراد، آمنا بالجمع، فآمنا هنا الجمع، هل هو أيضا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو المقصود بذلك هو وأمته؟ فعلى قول كثير من المفسرين على أن الجمع هنا ليدخل في ذلك أمته صلى الله عليه وسلم، أي قل للناس أن شأنه هو عليه الصلاة والسلام، وشأن أمته، شأن أصحابه رضوان الله عليهم ومن سار على طريقهم، فإن شأنهم كذلك هو ما سيذكره الله عز وجل بعد ذلك. قل آمنا بالله، آمنا بالله، قل، فإعلان ذلك وإظهاره للناس يعطينا دلالة على أن من التكليف في قضية الإيمان أن يعلن الإنسان عما في قلبه، وأن يعبر عما في القلب بقول اللسان. فمن عقد في القلب إيمانا يظهره الإنسان قولا وبيانا، من عقد في القلب إيمانا يظهره الإنسان قولا وبيانا. فلذلك الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل آمنا بالله. فإذا الإعلان عن عقيدة الإيمان والصدع بها والدعوة لها
وهذا من بلاغ النبوة، من بلاغ النبوة، فالله عز وجل أمره أن يبلغ ذلك. وهو بالنسبة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالسير على طريقه وهديه وسنته، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذا من بلاغ النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك للناس، وهو من الاهتداء بهداه والسير على سنته صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره، أيضا أن يكون أن هذه الأمة تبلغ هذا الأمر للناس. فالله فإذا قل إذا الإعلان بهذا المعتقد العظيم، آمنا بالله. والجمع هنا كما قلت على قول كثير من علماء التفسير أنه إشارة إلى أن هذه الأمة أيضا يجب عليها الاعتصام بحبل الله جميعا. ولذلك الجمع هنا كما أنه أفاد قضية الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالأنبياء والرسل والكتب التي أنزلها الله عز وجل عليهم وعدم التفريق بينهم في ذلك بالإيمان ببعض والكفر ببعض، وإنما الإيمان بالجميع، فلذلك أيضا هنا فائدة أخرى أن في الجمع قل آمنا، وهذا معنى لطيف، وهو إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف حتى يكون دعوتهم واحدة وعملهم ممتد من تلك الدعوة العظيمة وهي الإيمان بالله عز وجل. فإذا هذا الأمر في الجمع أعطى أيضا هذه الدلالة العظيمة، قل آمنا بالله. والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بوجوده جل جلاله وأنه واحد أحد فرد صمد متصف بكل صفات الكمال منزه عن كل أوصاف النقص والعيب مستحق لإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة كلها منزه عن الإشراك به جل جلاله بأي صورة من صور الشرك. فالإيمان بالله يدخل ذلك كله تحت قضية الإيمان بالله، قل آمنا بالله. فإذا هو سمة أمة ووصفها وإعلانها في قولها وشعارها لتعرف بنفسها، فإن هذه الأمة تعريفها لنفسها أنها تؤمن بالله عز وجل وحده وتعلن ذلك للناس، وأنها لا تشرك به جل جلاله، وأنها تتفق على كثرة عددها بهذا الأمر، وأنه ليس لها شعار إلا هذا الشعار، إيمانها بالله العظيم جل جلاله. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أي ما أنزله الله. وعلينا هنا الجمع هنا هل للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمع لبيان مكانته صلى الله عليه وسلم وقدره عند ربه فجاء بالجمع، أو المراد هو وأمته باعتبار أن هذا الكتاب أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلفت الأمة بما فيه، فلما أنها مكلفة بالإيمان بما فيه والعمل بما فيه فإنه جاز أن يقع أيضا أنها تدخل في هذا الوصف، وما أنزل علينا. فإذا هو إيمان بالله
وإيمان بالكتاب الذي هو القرآن الذي أنزله الله على النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أنزله الله من الكتب على إبراهيم عليه السلام وهي صحف موسى، وعلى إسماعيل وعلى إسحاق وعلى يعقوب، والأسباط هم أولاد يعقوب، وما أوتي موسى وهو التوراة، وما أوتي عيسى وهو الإنجيل، فإن الله عز وجل يقول لرسوله أعلنها للناس، وأن هذا إيمانك وإيمان أمتك، إيمانك بالله وإيمانك بما أنزله عليك وهو القرآن، وإيمانك بما أنزله الله عز وجل على الأنبياء من قبلك، وأن هذا من عند الله، وأنه الحق، وأنه الحق. وقد يقول الإنسان: وهل نعلم تفاصيل ما أنزله الله عز وجل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى؟ فإننا نؤمن بذلك على وجه الإجمال، ونعلم أن كل تفصيل كان فيها فهو حق، وأنه من هدى الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله، فنؤمن به ونصدق. ثم نؤمن على وجه التفصيل بما أنزله الله في هذا الكتاب الخاتم المهيمن، القرآن العظيم، القرآن العظيم. وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، أي ممن لم يذكرهم الله بأسمائهم، فنؤمن بأن ما جاءهم هو من عند الله. لذلك هنا هذا شأن المؤمن، ثم يقول الله عز وجل: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي شأن المؤمن يقول لا نفرق، بمعنى لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض، لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض. وأيضا من العلماء من قال: لا نقول أنهم متفرقون في أصول الديانة الدين، بل هم مجتمعون على أصول الإسلام التي أشرت إلى أن محورها الإيمان والتوحيد، فلذلك لا نفرق، أي لا نقول أنهم متفرقون. وعلى القول الأول: لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض ونحن له مسلمون، أي أننا بهذا الاعتقاد فإننا نضم أنفسنا إلى هذا الاسم العظيم، ونحن له مسلمون لربنا عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، وأن يحشرنا في زمرة المسلمين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.